أنا أعتقد حسب قراءتي أنه هو الصاروخ انطلق من قاعدة أمريكية. كيف؟ باعتبار يجب أن يكون مدى هذا الصاروخ هو مدى بسيط، ليس من المدايات البعيدة، وبالتالي إذا ما كان من المدايات البعيدة وانطلق من الكيان الصهيوني، إذن لربما استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال مضاداتها وكذلك المستشعرات أن ترصد هذا الصاروخ وأن يكون هناك اعتراض لهذا الصاروخ. لكن أنا أعتقد المسافة قريبة، وأيضا من أين يعني من قريبة، العراق أو قطر؟ أولا الجمهورية الإسلامية عندما تنظر إلى الخارطة لتجد أن هنالك القواعد المنتشرة للولايات المتحدة الأمريكية تحيط بإيران تقريبا ب 360 درجة زين من جميع الزوايا، وبالتالي نحن نحتاج أن يظهر تحديد أو نتائج تحقيق. هذه نتائج التحقيق تحدد من أين انطلقت، مثل ما تم تحديد الطائرات المسيرة التي ضربت جرف النصر عندما خرجت من القاعدة الموجودة في الكويت، وبالتالي نحن نحتاج إلى تحديد. أما أن نذهب كاستنتاجات ونحدد دولة معينة انطلق من هذا الصاروخ صعب، لكن كتحليل سياسي نقول هي من إحدى الدول المجاورة، وبالتالي كان الاستهداف وحجم الصاروخ. نحن نعلم أنه قبل فترة ليست بالبعيدة قامت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتزويد الجانب الصهيوني بعدد من الصواريخ التي لديها القدرة بالمراوغة ولديه القدرة بالاختفاء من منظومات حقيقة الرصد الجوي.